النهارده المران كان الساعه 4 العصر بتوقيت القاهره، وخلص زي ما قلت لحضراتكم، وعرضنا كمان لحضراتكم بعض اللقطات المهمه لتدريبات النادي الاهلي على صعيد الجهاز الفني. فكولر عنده اجتماعات مكثفه وجلسات مهمه جدا مع معاونيه للاستقرار ووضع الرتوش الاخيره على تشكيل النادي الاهلي وطريقه اللعب والشكل التكتيكي والاستراتيجيه اللي ممكن يلعب من خلالها الاهلي هذه المباراه. وده طبعا بيبقى طبقا للمتابعه المكثفه على مدار الفتره اللي فاتت ل يعني امكانيات هذا الفريق، فريق الاتحاد المنستيري، نقاط القوه ونقاط الضعف. فاكيد ان شاء الله يكون استقر الجهاز الفني، هو اكيد استقر بنسبه كبيره قوي قوي عن او على التشكيل بالتحديد بعد مران النهارده الاخير. الاهم ان شاء الله التوفيق يكون حليفهم النهارده. كمان يعني بعد بالظبط ساعه الا ربع هيكون الاجتماع الفني لمباراه الغد، وده اللي هيحضر من خلاله كل من الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره، والكابتن سمير عدلي المدير الاداري، وماهر عبد العزيز نائب المدير الاداري، للاستقرار على كل الجوانب الفنيه او الاداريه اللي بتتعلق به هذه المباراه، سواء بقى الاهلي هيلبس انهي زي، اللون، كلام من ده، موعد الوصول للملعب، الحضور الجماهيري، كل الامور اللي تتعلق بالجوانب الاداريه ما قبل هذا اللقاء بيتم الاتفاق عليها من خلال هذا الاجتماع.